السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤيا الحجاب في المنام، لبسه وخلعه وألوانه، كل هذه تساؤلات يطرحها الرائي على نفسها وعلى المفسر، ويريد أن يعرف ما معنى لبس الحجاب في المنام. فأغلبكم، وإن لم أقل كلكم إخواني الكرام، ستبحثون عن التفسير مباشرة في كتب التفسير، ليقال لكم أن الحجاب لبسه ستر وزينة للمرأة، وأن خلعه هو يعني فراق وتمرد على الزوج أو تمرد على ولي أمرها ولي نعمتها وغيرها من التفاسير. أتفق معهم في هذه التفاسير، لكن إخواني الكرام، ماذا لو كانت هذه المرأة في حقيقة الأمر لا تلبس حجابا؟ وما أكثر النساء الذين يلبسون حجابا في هذا الوقت، لأنهم يقتنعون بالحريات. وأيضا ماذا لو كانت هذه المرأة تلبس في حقيقة الأمر حجابا، ترى نفسها أنها تلبس حجاب مثلا بلون آخر هي لا تحبه في حقيقة الأمر؟ وماذا أيضا إخواني الكرام إذا كان الحجاب ممزق أو فيه يعني وسخ أو فيه يعني شيء لا يسر الناظر؟ فكل هذه يعني تفسيرات وتفاصيل يحتار الرأي فيها، فربما قد تكون أو يكون جزء بسيط في الرؤية يحدث مشكلة كبيرة للإنسان، ويجعله يفكر مع أن الرؤية تكون محمودة بنسبة 99%. على كل حال إخواني الكرام، الحجاب كما قلت لكم بالنسبة للمرأة لبسه وشكله الجيد وأنه جديد، هذه بشارة لها، للعزباء بالزواج، للمتزوجة بالستر والحمل إن شاء الله، للمطلقة بإصلاح أمورها إن شاء الله، وهذا يعتمد على لون الحجاب. فإذا اعتمدنا على اللون وشخصنا من اللون يعني صفات طليقها فإنها عودة له، وإذا لم تكن بذلك اللون تلك الصفات فإنه زواج من شخص آخر. ماذا لو كان للأرملة التي لم تعد ترجو زواجا وعندها أولاد أو ليس لديها أولاد؟ كل هذه إخواني الكرام تفصيلات مهمة جدا، يعني دائما أنا لا أستطيع أن أحصرها لكم في فيديو واحد هنا، فلا بد أني أكون أتعامل معك على الخاص لكي أستوى على المباشر، عفوا الخاص لما أريد أن أشتغل فيه، فيعني أستطيع أن أفسر لك عندما أخذ معك وأعطي، نتبادل الحديث نتبادل المعلومات وأعطيك التفسير الصح. فكما قلت لكم، لبسه ستر وخلعه أمر غير محمود، كل وسخ فيه وكل تقطيع فيه وكل وضع له أو كشف شعر منه فهو أمر غير محمود. فهذا الإنسان لابد أن يراجع نفسه مع الطرف الآخر أو يراجع نفسه مع عباداته. إخواني الكرام، هناك تفاصيل كثيرة لم أذكرها، كالألوان مثلا، كشكل الحجاب، كمثلا يعني هل كان يعني ضيق على المرأة أو كانت يعني حاسة نفسها مرتاحة فيه، هل زادها جمالا أو هل هي تنظر إلى مرآة أم لا؟ كل هذه تفاصيل إخواني الكرام ربما قد تعني مستقبل تلك المرأة. فالحجاب إخواني الكرام دائما وأعيدها وأقولها أن لبسه ستر وأن خلعه أمر غير محمود، لكن إذا خلع الحجاب في حالات يكون ممزق أو لونه غير جيد أو لا يعجبك فهذا أمر لك فيه راحة بإذن الله. إن شاء الله لو وجدت تفاعلا على هذا الفيديو سأعمل لكم تفصيلات عن الألوان وعن الممزق منه وعن الحجاب الطويل والقصير إن شاء الله، يعني فيديوهات مسترسلة بإذن الله. أتمنى لكم الخير والسعادة، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.